الآن ككنيسة وكشعب بنتقدم بكل البركات وبنتقدم بكل المحبة لسيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمياء على محبته الكبيرة إن هو صاحب بصمة كبيرة في تاريخ الكنيسة الحديث في خدمة عظيمة لخدمة إخوة الرب، وكمان الطقم الخدام الممتاز جدا، طقم خدامة تحبني، بذل مجهود جبار جدا من أول اليوم لحد النهاردة، تعبوا كتير جدا معانا في ترتيب الملابس وحاجات عظيمة جدا وحاجات جميلة جدا، أسعدت شعب كبير جدا أكتر من 230 أسرة، فإحنا ما نقدرش نعوضهم كل أي حاجة عن محبتهم غير نقول لهم ربنا يعوضكم كل خير وبركة، ربنا يحفظ الخدمة ويحفظ الخدام والقائمين عليها. أولا وآخرا نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أرمياء على محبته وعلى خدمته وعلى عطائه وبذله وتعبه من أجل الخدمة ومن أجل تعريض الخدمة وبركة الخدمة، ربنا ينفعنا بصلواته. Thank you.
بنعمة ربنا النهاردة خدمة أتحبني بتكمل مسيرة دعم أسر العمالة غير المنتظمة والمتضررة من فيروس كورونا. احنا كنا ابتدينا بأنحاء القاهرة والجيزة وشبين القناطر، بعد كده روحنا كرة الشرقية، بعد كده روحنا كرة في بني سويف، ومن الأسبوع اللي فات ابتدينا في كرة في محافظة المنيا، النهاردة في قرية برمشة مركز مغاغة والعدوى محافظة المنيا. بنعمة ربنا الناس انبسطت بدعواتكم ومساهماتكم وخدمتكم معنا. ربنا يعوض كل من له تعب لمجد اسمه القدوس. كلنا في الوقت اللي احنا فيه بنمر بوقت صعب، وقت محتاجين كلنا نبقى سند لبعض. أسر كتير تضررت بسبب الظروف الحالية، دخلها انقطع فما بقتش قادرة تغطي مصاريف احتياجاتها اليومية، والاحتياجات دي مش بس أكل وشرب، في احتياجات صحية، في حالات عندهم أمراض مزمنة ما ينفعش الدواء ما يوصلش ليهم. خدمة أتحبوني بتقدم الخدمات الدوائية بشكل دوري طول السنة لأصحاب الأمراض المزمنة من كل الأعمار. عندنا مريض السكر بيحتاج الدواء قبل الغذاء، مريض الضغط لازم ياخد الدواء بتاعه الصبح قبل الفطار، مريض القلب بيحتاج رعاية خاصة وأدوية خاصة للقلب والسيولة والدهون في الدم، بيحتاج دايما يكون تحت الملاحظة. عندنا أمراض الجهاز التنفسي وضيق التنفس، ياخد موسعات شعب، مذيبات بلغم، مضادات حيوية، مضادات التهاب. كل ده مش ممكن نعمله من غير مشاركتكم معانا. علشان كده خدمة أتحبوني كانت موجودة في الوقت الصعب ده، موجودة عشان توصل لكل شخص ولكل أسرة محتاجة، وارتكزت في بعض المناطق علشان تقدم الخدمة وتستقبل أي طلبات أو استغاثات. كما دعمت خدمة أتحبوني الكثير من الأسر الأشد احتياجاً اللي دخلها انقطع بسبب الظروف الحالية، ووفرت ليهم مساعدات شهرية تسندهم في الوقت الصعب ده. الخدمة محتاجة دعمكم ومساندتكم علشان نقدر نوصل ندعم ونسند أسر كتير. الوقت ده محتاجين كلنا نفكر في بعض ويكون لسان حالنا بيقول إحنا مش أنا. صدقوني كل الناس فقرة في أيامنا، ما في أسر مستورة في غاية الحاجة، ولكن أمام الناس باينين مستورين، لازم يبقوا مفضوحين أمام الناس. السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا، أتحبون؟ من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا.
To donate to Atahubbuni using Zelle Pay, you may use the email atahubbuni@renesse.com. KOK e.V. Atahubbuni, Postfach 1242, D55502, Bad Kreuznach, Germany. Ihre Spende für die KOK e.V. Konto IBAN DE42 4401 0046 0357 1324 64, BIC PBNKDEFF, Kreditinstitut Postbank. Spende steuerlich absetzbar. Note: For donation from Germany and Europe, contribution is tax deductible. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطهم طعامك.